أصبح علامة فارقة وأصبح الفريق يقدم مستويات رائعة على المستوى الآسيوي. وكرة ملعوبة الآن ومحاولة هجومية في بها فيصل في الكرة الماضية، لكن وصلت لحارس المرمى كيران كومار. كيران كومار بيلعبها إلى دينيش، جهة اليمين طويلة أمامية، يحاولون النيباليين يستخدمون الكرات الطولية وبالتالي الانقضاض في كرات مرتدة على مرمى معتز ياسين حارس مرمى المنتخب الأردني. هذا حل المنتخب النيبالي في البداية، لكن الأردنيين مطالبين أكثر من ذلك بالضغط، كل الضغط الوصول إلى المرمى وخلق فرص، وبالتالي إذا تأخرت الأهداف في هذه المباراة فإن الموقف يصبح صعبا أكثر على الأردنيين عنها عن النيباليين. كرة اللعبة الآن ومحاولة، طبعا هدف النيباليين هو الإبقاء على حظوظهم في فرصة الدخول في تصفيات النهائي الملحق التصفيات لنهايات كأس آسيا. وكرة اللعبة الآن ومحاولة موجودة أردنية في الهجوم ولكن أبعدت، حاول فيها الضغط من جانب علي علوان في اللعبة الماضية، عادت الكرة إلى علي علوان في الجهة اليسرى المنتخب الأردني، وكرة عرضية ولكن ما أكملت وبالتالي مقطوعة. خمسة يلعب دفاع هو النيباليين يلعبون خمسة في الخلف، أناتا نانتا وبكاش كواس ودينيش وسومان أريال روهت شاد. هذه بالنسبة للخط الظهر بالنسبة للمنتخب النيبالي. إذا رمي التماس مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأردني، كرة لعبة التماس في الخلف تعود مرة أخرى في الجانب أيضا اللاعب الأردني أيضا إبراهيم سعادة، ويعود بالكرة إلى يزن العرب. يزن العرب إلى جهة اليمين ولكن بعيدة، حاول يصطاد مهند خير الله في الكرة الماضية ولكن بعيدة كانت على خير الله، وبالتالي تذهب الكرة إلى رمية تماس. إذن هنا في المقابل عبد الله الشلاحي المدرب لمنتخب نيبالي وهو كويتي، وهنا أيضا على الجهة اليمين فيتال بوركلمز البلجيكي يريد أن يحقق نجاحات مع المنتخب الأردني. أتى في 2019 أعتقد أوائل 2019، لكن بمشواره لم يحقق، هم يرون الأردنيين كذلك لأنه ما حقق شيء، حقق النتائج الإيجابية مع المنتخب الأسترالي، يريد أن يعود أن يكرر ذات النجاحات التي حققها في 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 مواجهات سابقة مع المنتخب الأسترالي، وكذلك أيضا لم يفوز على منتخب الكويت وهو تعادل في المناسبة، كان التعادل السلبي في 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 مواجهة مع منتخبنا الوطني، وبالتالي طموح الأردنيين هو مرافقة استراليا في والتأهل عن هذه المجموعة. كرة ملعوبة الآن ومحاولة موجودة لكن يبدو أن يزن العرب هناك خطأ لمصلحته كما أشار حكم المباراة القريب. معتز ياسين حارس المرمى، عامر شفيع اليوم موجود في الطاقم الفني للمنتخب الأردني. عامر شفيع واحد من حراس المرمى الأردنيين اللي قدم عطاءات رائعة جدا مع المنتخب الأردني وتحديد المنتخب الأردني تألق في 2004 في نهاية التي أحرج فيها حامل اللقب في تلك البطولة هو المنتخب الياباني الذي فاز عفوا في تلك البطولة المنتخب الياباني، وهو أيضا كان حامل اللقب في سنة 2000 عندما فاز في تلك البطولة التي أقيمت في لبنان في عام 2000 على المنتخب السعودي بهدف ليلاشي، وبعد ذلك في 2004 أيضا استطاع أن يحصل على البطولة التي كانت في الصين. كرة اللعبة الآن ومحاولة موجودة في الجهة اليسرى وطويلة في الأمام أردنية، الأردنيين يعني ماخذين راحتهم في الشمال وفي اليمين، لكن تاخذ راحتك ما تسجل، يعني هذه الراحة سلبية، هذه الراحة لا تأتي بثمار، وبالتالي يريدون النقاط بالأهداف العرضية، ولكن كانت غريبة وكان قريب منها هو حارس المرمى كيران كومار حارس مرمى نيبال في الكرة التي كانت في العمق التي جرت في العرض من جانب المنتخب الأردني الذي يسعى في البداية لإدراك الأهداف، ولكن هنا التدخل وهنا اللعبة من جانب اللاعب يزن عماد وتدخل على حارس المرمى أثناء عمل الكرة وبالتالي خطأ. وكرة اللعبة الآن محاولة
في في بوادر هجوم أردني وفي بوادر رغبة أردنية في هز الشباك، لكن لحد الآن لم تأتي الخطورة. 7-8 دقائق لم تأتي الخطورة على مرمى كومار كيران، وبالتالي هنا السقوط للاعب نيبالي وسقوط في أرضية الملعب الآن للاعب منتخب نيبالي أنجان بيستا. إصابة بيستا في هذه الكرة المشتركة مع لاعب المنتخب الأردني علي علوان، وخطأ وإصابة للاعب أنجان بيستا صاحب هدف من الأهداف التي سجلت في المباراة الماضية. بيستا ورقة يبدو هي رابحة بالنسبة للمدرب النيبالي عبد الله الشلاحي في زج في أساسيا بعدما كان احتياطيا في المباراة الماضية مع سين تايبي، وبالتالي نتمنى لك كل التوفيق يعني للمرة الأولى الكويتيين مع النيبال في هذه المباراة، لأن ولدهم موجود في قائمة الطاقم الفني وعلى رأس الطاقم الفني هو موجود عبد الله الشلاحي. كل توفيق وأمنيات النجاح والاستمرار تكون هذه المحطة الأولى، وبعد ذلك تأتي العروض إن شاء الله إذا حقق نجاحات مع المنتخب النيبالي بالأدوات المتواضعة بالنتائج التي نشوفها الآن، فأعتقد هي جيدة إلى حد ما، ونتمنى لك كل التوفيق. شيء جيد، هذه خبرات، هذه ممكن في من يوم الأيام إحنا نستفيد منها. هكذا الاحتكاك مع العالم الآخر مع الآخرين تعطيك خبرة أكثر عندما يستدعى في تشكيلة، يستدعى في بطريقة ما إلى القيادة القيادة الفنية في منتخبنا الوطني. ممكن ذلك بعد مضي فترة من المحاولات واكتساب الخبرات في القارة الآسيوية. كرة ملعب الآن وتسديدة، ولكن أبعدت على طول، تكتل دفاعي. هكذا يلعب هو المنتخب النيبالي أمام الأردني بإمكانياته بمحاولاته، وكرة ملعب الآن في الأمام، محاولة لعمل كرة مرتدة ولكن يبدو فيها خطأ. هم عارفين الأردنيين، هم يخشون الارتداد السريع اللي يمتاز ربما فيه المنتخب النيبالي، وبالتالي هنا تدخل قوي من جانب المنتخب الأردني ولاعب منتخب الأردن في اللعبة الماضية حسان حداد، وبالتالي خطأ. وكرة لعبت الآن مقطوعة في الجهة اليسرى، محمد الدميري، وكرة لعبت مرة أخرى لمصلحة منتخب الأردني. يعني هم يلعبون 4-3-3، بس أنا شايف بدأ يعتمد على ثلاثة في الخلف، وبالتالي الكل في حالة هجوم. هو المنتخب الأردني يحاول أن يأتي بخطورة، لكن 11 دقيقة أنا شايف أن كيران كومار حارس مرمى منتخب نيبالي مرتاح تماما. أحيانا في فرق تحتاج إلى فرق تعادلها القوة لتخرج كل إمكانياتها، وبالتالي هكذا ممكن أن يحصل مع المنتخب الأردني، لأن لا يرى بمنتخب النيبالي فريق يضاهيه، وبالتالي لا يخرج كل إمكانياته، لكن هذه معضلة لابد أن يحلها المدرب، لأن لابد أن تحصل النتائج الإيجابية وبأريحية من هؤلاء من هذه الفرق حتى تدخل في المباريات اللي الصعبة بأريحية أكثر. وكرة ملعوبة الآن، محاولة موجودة أردنية، تستمر استحواذ أردني، لكن أهداف لم تأتي من المنتخب الأردني، ومحاولة وتدخل، لكن برافو روهات شاند في الكرة الماضية، وبالتالي يبعد على طول. كرة اللعبة إلى جهة اليمين، أردن بيحاول بالكرات العرضية بنوع لعباته، وفيصل وكرة داخل المنطقة ومحاولة، وعلوان بيحاول فيها في الكرة الماضية علي علوان، وكرة عالت مرة أخرى لمصلحة محمد دميري، ولكن فيها خطأ لمحمد دميري، خطأ على اللاعب النيبالي جامبيستا، وبالتالي خطأ لمصلحة منتخب الأردني. هذه العاقة للظهير الأيسر محمد دميري بالنسبة للمنتخب الأردني في الكرة الماضية. الكرة الثابتة الآن تبقى في منتصف الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول. نقترب مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر كويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء وأحداث أيضا هذه التصفيات المباريات المتبقية
في 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 استضافة لهذه المباريات بسبب جائحة كورونا. تم الاستعانة بالكويت في استضافة لهذه البطولة وكل المباريات على استاد جابر الدولي. وكرة ثابتة وصلت ثابتة بيد حارس المرمى كيران كومار. إذا استمر كيران كومار يستلم الكرات العالية بهذه الأريحية فلن يقترب المنتخب الأردني من أول أهدافه. لابد أن يكون هناك هجوم وأن يكون هناك شدة وهناك رغبة وهناك شراسة نحو الهدف حتى تبلغ المراد أو يبلغ المنتخب الأردني المراد في 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 محاولاته. كرة اللعب الفريق الذي لقبه دائما الفريق النشامة كيف أدائهم راح يكون في قادم الدقائق أمام المنتخب النيبالي وأيضا في مواجهة المنتخب الكويت، لأن مبارياتهم القادمة ليست بالسهلة. تكلم عن منتخب الكويت وهو المستضيف لهذه هذا التجمع، وبالتالي عند خبرته الكبيرة في 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 المواجهات مع المنتخب الأردني، وإن كان الأداء المتواضع أمام المنتخب الإسترالي، لكن قد يستعيد ذاكرة الفوز، قد يستعيد ذاكرة التألق أمام المنتخب الأردني. هذه يستمدها من تاريخ الكروي الممتد لسنوات في منافسات الآسيوية. كرة ملعوبة الآن فيصل بيلعبها جهة اليمين للبحث عن كرات عرضية وبحث عن خطورة على المرمى، وهذه كراتهم العرضية لكن لا تصل لأماكن خطرة، لا تصل لفيصل أيضا يزن النعيمات علي علوان. لحد الآن ما في خطورة للخط الأمامي بالنسبة للمنتخب الأردني. كرة في نص الملعب يحاول يسدد. أوه حلوة، اختار أن يسدد على المرمى بشكل مباشر. كومار برافو، كيران كومار يتلقى تسديدة قوية بشكل مباشر بلا ترجع وتردد من اللاعب بالقدم اليسرى. حقيقة لاعب المنتخب الأردني بالقدم اليسرى بيسدد بشكل قوي. حقيقة اللاعب علي علوان في اللعبة الماضية، وبالتالي أو أعتقد هو صاحب القدم اليسرى موسى سليمان النعيمي. النعمري هو الذي سدد الكرة الأخيرة وأبعدها، وكرة لعبت ومحاولة داخل المنطقة ولكن أبعدت وعادت مرة أخرى لمصنع المنتخب الأردني. عرضية والرأسية يبحثون عن كرة، وبالتالي إلى مع علوان وبالتالي لازلت الكرة والتصدي مرة أخرى بيلعبها على طول والرأسية جت اليمين لكن أبعدت إلى خارج الملعب ضغط أردني الآن متواصل بعد الكرة بعد التسديدة بعد المباغتة على مرمى المنتخب النيبالي وأبعادها بشكل رائع من جانب كيران كومار حارس مرمى نيبال. وكرة ومحاولة ولكن الابعاد وعادت الكرة الآن. النيباليين حاولون، سلاحهم الوحيد هو الكونتر اتاك الكرة المرتدة السريع، لكن هذه تحتاج إلى أيضا إلى مهارة، لكن يبدو الأردنيين أحكموا سيطرتهم أحكموا محاولاتهم وسكروا على النيباليين كل المنافذ الكرة المرتدة، وبالتالي كرة مقطوعة الآن عادت في الجل يسرى لمصلحة محمد الدميري وكرة اللعبة على طول في جل يسرى إلى علي علوان إلى الدميري بيلعب له كرة على طول عالية داخل منطقة لكن أبعدت على طول من جانب بكاش كواس وكرة مرتدة الآن نيبالية. الارتداد السريع حاول يبحث عن خطأ أي لمسة يبحث فيها عن خطأ النيباليين في سومان لاما في الكرة الماضية ولكن كرة ما فيها شيء. حكم المباراة أيضا الماليزي محمد يعقوب أمير موجود وقريب لعبة جيدة وقريب من الكرة الماضية وكرة لعبة الآن للأردنيين وكرة ومحاولة موجودة من جانب يزن العرب وبالتالي الكرة لا زالت للروابدة نور الروابدة وكرة لعبة جهة اليمين ومحاولة للتقدم بعمل كرة عرضية ولكن يبدو فيها خطأ لمصلحة لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري في الكرة الماضية وهذه التسديدة أبرز الكرات
وأخطرها كانت للمنتخب الأردني، وكانت لقطة رائعة جدا من حارس المرمى كيران كومار، لكن القدم اليسرى للتعمري لموسى التعمري كانت رائعة، وكادت أن تأتي بأولى أهدافهم أولى كراتهم بعد التوقف. يعني آخر مباريات رسمية للمنتخب الأردني خاضها في 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 شهر ديسمبر 2019، يعني تقريبا سنة ونص قبل جائحة الكورونا بشهرين أو ثلاثة، وكرة اللعبة الآن ثابتة ولكن أبعدت من الدفاع النيبالي والتدخل من أناتا التي حولها إلى خارج الملعب، يعني تماما أي وضعية المباراة وخطورة المنتخب الأردني، ولكن كل شيء قائم، كل شيء وارد في كرة القدم. يعني هو يقول بالمؤتمر الصحفي كذلك، وكرة اللعبة الآن على طول ركنية ومحاولة، لكن الإبعاد من جانب الدفاع النيبالي، توصل الكرة واضحة الحين في هذه أثناء المباراة، أصبحت هي كرة المنتخب الأردني، هي سيطرة أردنية، هي محاولة أردنية، هي أجواء أردنية، هي فرص أردنية، لكنها أخطرها هي واحدة أردنية للاعب الذي سددها من مسافة بعيدة، صاحب القدم اليسرى موسى سليمان التعمري بسدد بقدم اليسرى، وبالتالي أبعدها بصعوبة حارس المرمى، هذه التي يعني تذكر في 19 دقيقة التي مضت من زمن شوط المباراة الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر الكويت الرياضية التي تغطي كل مباريات التي تستضيفها الكويت، هذه المجموعة الثانية التي تضم أيضا في جانب نادي الجانب المنتخب الأردني والنيبالي منتخبنا الوطني، وكذلك الاسترالي والصين تايبي، لكن في هذه الجولة المنتخبنا مريح ما يلعب الجولة القادمة، راح يكون في مواجهة المنتخب الأردني، ولحد الآن الأردنيين بأدائهم في هذه الطريقة ويحاولون أن يأتوا بأهدافهم العرضية، وعلوان يمرر، لكن أنانتا هو الذي يتدخل، أنانتا في الكرة الماضية وبيمنع كرة علوان الرائعة جدا العرضية التي كادت أن تأتي في مكان مثالي لزميلة، لكن تدخل أنانتا كان في الوقت المناسب، وبالتالي الكرة الآن الثابتة لعبت على طول حسان حداد في العمق، ورأسياتهم وكراتهم في العمق، لكن لم تأتي أولى أهدافهم في هذه المباراة، كثرت ركنياتهم، الآن ركنية أخرى في الجهة اليسرى لمرمى الحارس كومار كيران، وبالتالي هناك حسان حداد من ينفذ الركنية للمنتخب الأردني، وشايف أن المنتخب الأردني بهذه الطريقة يقترب أكثر من أولى أهدافه في هذه المباراة، هو الأقرب بهذا الضغط، هو الأقرب بهذه المحاولات، هو الأقرب. كرة لعبة حداد الركنية، لكن برافو الدفاع دينيش بيشيل على طول مدافع النيبالي، لكن عادت الكرة في الجهة اليسرى ومحاولة اليمنى وتدخل، ما فيها خطأ، مساعد كان قريب وحكم المباراة أيضا قريب، والضغط العالي موجود ومحاولة موجودة، ولكن سقوط وعدم التركيز في الكرة الماضية وسقوط اللاعب الأردني، الضغط العالي كثرته بهذه الطريقة لإبراهيم سعادة، وبالتالي الكرة في النهاية لمنتخب النيبالي، هذا إبراهيم سعادة، هذا اللي حاول في الكرة الماضية، الضغط عالي عام للمنتخب الأردني، ويريد يعني فارق يعني إمكانيات، فارق الرغبة في والطموحات بين المنتخبين واضحة في هذه المباراة، لكن النيباليين صامدين لحد الآن، تكلم عن 21 أو 22 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، في صمود نيبالي أمام المنتخب الأردني اللي يحاولون وبيمرون ويبمر وحاول، وبالتالي الكرة وين؟ إلى ركلة جزاء صادهم موسى سليمان التعمري بركلة جزاء في التوغل الأخير، وبالتالي حاول داخل المنطقة والإعاقة بهذه الطريقة، هدف قد يكون متاحا الآن من ركلة جزاء بالنسبة للأردنيين عن طريق هذا الخطأ حاول روات تشاند إيقاف
إيقاف اللاعب الأردني موسى سليمان التامري في هذه الطريقة، ولكن ارتكب الخطأ، ومما أعطى حكم المباراة احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 22 لمصلحة المنتخب الأردني. وبهاء فيصل من ينفذ الكرة الثابتة وركلة الجزاء بالنسبة للمنتخب الأردني. فرصة متاحة للمنتخب الأردني أن يسجل أول أهداف في هذه المباراة، وبالتالي عن طريق فيصل بها فيصل بها فيصل سبق وأن احترف في الكويت هذا حقيقة بها فيصل، لكن لم يدم كثيرا، لم يجلس كثيرا في الدوري الكويتي مثل عدي الصيفي موجود في قائمة البدلاء. جول ويسجل من خلالها بها فيصل أول أهداف المنتخب الأردني. بها فيصل ويتنفس هو فيتال بوركليزمن أصعد في هذا الهدف، وبالتالي هذا التقدم الأردني الآن في هذه المواجهة أمام المنتخب النيبالي. إذن أول أهدافه من ركلة جزاء. المنتخب الأردني يأتي بأول أهدافه في أول مبارياته بعد التوقف الذي تم لأكثر من عام ونصف تقريبا بسبب جائحة كورونا. أول مباراة رسمية وأول هدف رسمي يأتي للمنتخب الأردني بإمضاء المهاجم بهاء فيصل، وبالتالي المنتخب الأردني يتقدم على نيبال بهدف لا شيء بركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة اللاعب موسى التعمري من قبل اللاعب روهت تشاند الذي كان يحاول إمساك اللاعب داخل منطقة الجزاء، وبالتالي ارتكب الخطأ. الأردنيين الآن متقدمين وهم الآن يحاولون في هذه الكرة، وبالتالي أيضا التعمري وهناك بطاقة صفراء للاعب نيبالي في سانتوش في الكرة الماضية عاقة واضحة من الخلف للاعب موسى سليمان التعمري. أكثر لاعب أزعجهم هو اللي مزعج هذا التعمري بتسديدة بتوغل من الخلف، وسبب من خلالها ركلة جزاء وتقدم المنتخب الأردني، وكراتهم العالية غير ناجحة لحد الآن. خطورتهم بالكرات العالية غير ناجحة حقيقة المنتخب الأردني، لابد أن يكون هناك تركيز أكثر في الكرات العرضية وفي الكرات العالية حتى تكون الاستفادة كاملة من هذه المحاولات. وبالتالي هناك إصابة للاعب النيبالي وروح رياضية أيضا من جانب اللاعب الأردني مع اللاعب النيبالي الصغط في أرضية الملعب هو اللاعب باكاش كواس بالاحتكاك مع أيضا اللاعب التعمري. لاعب جيد حقيقة، هو اللاعبين المميزين اللاعب في هذا الشوط. أنا أتكلم عن هذا إن اللاعب في هذا الشوط يعني موسى لاعب جيد سبب الهدف تسديدة على المرمى، عمل أداء رائع حقيقة في وسط الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني. إذن هذا طبعا بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد في المباراة من خلال ركلة الجزاء احتسبت في الدقيقة 22. على ذلك لا زال المنتخب الأردني متقدم في هذه المباراة على المنتخب النيبالي. فيتال تعيد هذا بشكل يعني نجاح يعد نجاح له انك تسجل، لكن هو عموما المنتخب الأردني قليل الأهداف في 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 قيادة هذا المدرب، يعني في هناك فارق الأهداف. يعني نتكلم عن المنتخب الأردني عنده 10 أهداف من 5 مباريات وعليه هدفين. المنتخب الأردني يعني خسر بهدف أمام المنتخب الأسترالي وكرة ملعوبة الآن، ولكن لم يسجل كثيرا يعني على 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 التايبي وعلى على النيبال ما سجل يعني كثير من الأهداف عدا يعني تايبي سجلوا في مرمى هدف. مواجهة الكويت كانت تعادل سلبي، وبالتالي الكرة الآن فيها بطاقة
صفرة للاعب المنتخب النيبالي حقيقة سانتوش سانتوش. إذن وإصابة أخرى قد تكون هذه إصابة عضلية المجهود عضلي كبير على المنتخب النيبالي. هذا اللاعب طبعا المنتخب الأردني يزن النعمات لم يظهر بكرات خطرة لكن أبرزهم هو موسى التعمري. موسى التعمري خرق فرص عديدة سدد على المرمى حاول أن يخترق وتسبب بركلة جزاء. انطلاقاته جيدة صاحب قدم يسرى دائما صاحب القدم اليسرى ممتع في أدائه في غالب الوقت في غالب الظن يعني دائما صاحب القدم اليسرى يعطيك متعة في 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 استلام الكرة في في تسديداته يكون مميز. لكن بالسلامة إن شاء الله لساتوش سانتوش اللاعب نيبالي الذي أصيب في الاحتكاك الأخير. إذن كومار يتلقى كيران كومار أولى أهداف هذه المباراة في دقيقة 23 من ركلة جزاء. نحن الآن في دقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول ولا زالت الأمور لمصلحة المنتخب الأردني. هدف لا شيء منتخب نيبال في هذه المجموعة المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم ولأيضا كأس الأمم الآسيوية كأس آسيا الذي راح يكون في سنة 23 بينما كأس العالم راح يكون السنة القادمة في الدوحة قطر 22. لكن يعني التصفيات الثانية لكأس العالم راح يتم في سبتمبر القادم واعتقد انها راح تكت يعني سبتمبر راح تنتهي في ديسمبر لان لابد او راح تستمر اعتقد لمارس لان كاس العالم لن يكون في يونيو راح يكون في 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 نوفمبر من 22 نتكلم عن سنه ونص من الان تقريبا او اقل. اذا الكره الى خارج الملعب لكن هذه اللحظات توقف لحرارة الجو الآن دقيقة لراحة اللاعبين بعد هذا الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول تقريبا 30 دقيقة. التقدم أردني هدف أول أردني يعني أعتقد جدول خدم المنتخب الأردني تدرج في المباراة الثلاثة المتبقية له يعني انك تلعب مع النيبال في البداية وبعد ذلك تلعب مع منتخب الكويت وبعد ذلك تختمها بمنتخب الاسترالي يعني كان في تدرج بالنسبة للمنتخب الأردني خصوصا انه مر عليه فترة طويلة لم يشارك في مباريات رسمية على المستوى الدولي. لكن نتكلم عن منتخبنا نعتقد ان جدول ما كان جيد. نتكلم عن اول مباراة رسمية بعد هذا الغياب تكون مع المنتخب الاسترالي وكل شايف لكل تابع المباراة المنتخب الكويتي الذي يعني ما قدم شيء في المباراة لن نقدم شيء فقط تواجد في 90 دقيقة وكان هناك 3 أهداف أعتقد أن كانت 3 أهداف يعني لو كان الجو أفضل لكان الاستراليين أعتقد أنه يعني راح يكون أداهم أكثر من ذلك لكن قادر على العودة في مواجهة المنتخب الأردني في المباراة القادمة منتخبنا الوطني. نتمنى لك كل التوفيق. الأردني اليوم أيضا لم يظهروا كامل قوتهم رغم التقدم الآن في المباراة على المنتخب النيبالي بهدف للا شيء ولكن هدف أتى من ركلة جزاء. ما في جمل تكتيكية كاملة تصل بالكرة إلى 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 6 ياردة بشكل خطر من جانب المنتخب الأردني. لحد الآن نتكلم عن 31 دقيقة عدا بعض اللاعبين بمجهوداتهم بتميزهم وأبرزهم طبعا موسى التعمري أبرز لاعبي المنتخب الأردني في 30 دقيقة التي مضت وهو الذي صنع الفارق وهو الذي تسبب بركلة الجزاء والتي سددها هو اللاعب الدولي الآخر بهاء فيصل محرز أولى أهداف المنتخب الأردني في مواجهة النيبال وبيحاول ابعادها ايضا
اللاعب سومان ريال، لكن الكرة إلى خارج. إذن تبديل اللاعب سونال يدخل بديلا للاعب الذي أصيب حقيقة، خرج من أرضية الملعب كواس. إذن تبديل أول اضطراري بالنسبة لي للنيبال. هنا التدخل، أعتقد أنه فيها خطأ هذه من اللاعب سومان أريال، في كرة مشتركة مع اللاعب إحسان حداد، لكن كرة الآن تعود لدفاع المنتخب الأردني ويزن العرب إلى اللاعب جهة اليسار طير ليسر ديميري وكرة تلعب من مهند خير الله بالخطأ، مهند خير الله وبالتالي مقطوعة تصل للاعب أيضا أبا هاشيك وطويلة بيلعبها على طول، لكن وين إلى خارج الملعب، طويلة من جانب روهت شامب الذي تسبب بركلة الجزاء. وكرة الآن تلعب رمية تماس في نص الملعب، يوجا بيلعب له كرة طويلة يوجا، ولكن برافو تغطية سليمة من محمد الدميري بيرجعها لحارس المرمى معتز ياسين، الذي نادرا ما كنا نشوفه في هذا الشوط في 34 دقيقة التي مضت من شوط المباراة الأول. كرة لعبت في الجهة اليسرى، نيبال حاول يستعيد الثقة، حاول أن يكون مبادرا في نص الملعب، حافظ على كرته، المساحة الآن موجودة والكرة الآن هجوم نيبالي، تسديدة على المرمى لكن تسرع فيها كثيرا اللاعب في الكرة الماضية، وبالتالي ذهبت الكرة من سونال البديل وبالتالي كورتا سونال إلى خارج الملعب. أيضا في إصابة عضلية للاعب آخر دنيش هذه مرة في هذه الكرة المشتركة، ولكن السقوط دنيش وبالتالي يعود دنيش. أيضا كرة الآن مع المنتخب الأردني، يزن العرب يلعبها إلى حسين حداد، يلعبها طويلة عالية في الأمام، استقبال رائع حقيقة من بهاء فيصل، حافظ على كرة بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الأردني، بيلعبها جهة اليمين على طول ناحية اليمين لموسى تعمري حافظ على الكرة، تعمري بي كرة أمام منطقة الجزاء خطرة هذه لعلي علوان، تسديدة من بهاء فيصل، حلوة اللعبة هذه، بهاء فيصل بيسدد ولكن كرة كانت غريبة بحارس المرمى كومار كيران، والكرة الآن وصلت لمهند خير الله بيلعبها إلى نور الروايبت إذن كرة في نص الملعب إلى موسى تعمري والتدخل على طول من جانب سومان لاما تعمري، لكن مقطوعة مرة أخرى في نص الملعب، ليحاول يسيطر على الكرة أيضا أحمد علوان أو يزن النعمات ومحاولة موسى تعمري يحاول يحصل عليه تعمري وضغط عليه وبالتالي حصلها سانتوش لعبها كرة في النص تصل لي أيضا يوجا بيلعب له كرة في الأمام، لكن أغرب إلى يزن العرب يرجعها لحارس المرمى معتز ياسين، حارس المرمى المنتخب الأردني في آخر 9 دقائق تقريبا أو 8 دقائق من زمن شوط المباراة الأول. اللعبة الطويلة في الأمام حسين حداد ناحية بهاء فيصل، لكن يفض الكرة بسهولة تصل إلى يوجا في نص الملعب، نيبال إلى أيضا اللاعب بيستا وتصل إلى دينيش
وتمريره من بيستا خطأ تعود إلى دنيش، لكن فيها خطأ من دنيش، خطأ لمصلحة إبراهيم سعادة لعب منتخب المنتخب الأردني. هنا التدخل بهذه الطريقة من الخلف من جانب سانتوش، وبالتالي خطأ لمصلحة المنتخب الأردني، تصل إلى الدميري، دميري محمد دميري، لكن خطأ الكرة، خطأ، محاولة موجودة، مستعش أيضا علي علوان. تصل يزن العرب إلى ستة اللي هو نور روايبدة، كرة في النص إلى يوجا كرة لعبت من جانب أيضا دانيش أو أناتا، ولعبة طويلة في الأمام، لكن تغطية من جانب محمد دميري إلى ماتز ياسين حارس المرمى، طويلة في الأمام. لحد الآن الأردنيين يعني ريحوا شوي، خطورتهم قلت بعد التقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء. يزن نعمة تحاول يضغط على لاعب نيبالي في هذه الكرة، وبيشيلها على طول في نص الملعب نور روايبدة. كرة لعبت إلى يوجا أو إلى سانتوش تلعب مقطوعة، روابدة بيلعب لها كرة على طول إلى جهة اليمين إلى موسى التعمري بيلعبها طويلة في الأمام، ولكن أغرب لحارس المرمى كانت ناحية يزن النعمات، لكن حارس المرمى كان أقرب له كيران كومار كان أقرب لها. الكرة الآن لعبت ست دقائق أو خمس دقائق أخيرة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر كويت الرياضية لإحداث هذا اللقاء، وهنا المحاولة والسقوط لمهند خير الله في الكرة الأخيرة. إذا خطأ لمصلحة مهند خير الله على لاعب أنجان بيستا لاعب منتخب نيبال. لعبة طويلة الآن، استقبال جيد من علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل في نص الملعب، بيلعبها لنور روابدة، نور الروابدة، وكرة اللعبة جت اليمين انطلاقة لموسى التعمري يبحث عن تمريرة، التعمري بيعود إلى الخير الله الآن، الكرة العرضية قريبة ولكن رفع حارس المرمى. ما زالت الكرات العرضية العالية الأردنية غير مستفادة من صنعها أيضا من العمل أحسن حداد في حسين حداد في الكرة الماضية، حسين حداد وبالتالي الكرة هي في النص تصل إلى الدميري الآن، أو بالفعل الدميري إلى فيصل بها فيصل في نص الملعب الآن، إبراهيم سعادة وتغيير اللعب إلى جهة اليمين انطلاقة، وممكن عالية عملها عالية، حاول يصيدها صادها علي أيضا أو يزن النعمات بيلعب لها كرة عرضية النعمات، برافو موسى كادا، ولكن كمروة بالتسديلة، لا زالت خطرة الكرة الأردنية في اللعبة الماضية. موسى حاول فيها حقيقة، التعمري بكرة رائعة جدا، عاد وعملها لا يزن النعمات في مكان مثالي، وكرة أردنية خطرة، وكرة لعبة الآن لا زالت خطورة أردنية في اللعبة الماضية، لكن برافو حارس المرمى كيران كومار تصدى لأكثر من كرة أرسلت وأتت من الهجوم الأردني في اللعبة الماضية، وبالتالي فوت على الأردنيين
كان قريب من الهدف الثاني للمنتخب الأردني، لكن حارس المرمى تدخل في ظل هذه المحاولات التي بدت خطرة. بدت الآن هناك إصرار أردني لتسجيل هدف ثاني، وكرة اللعبة الآن أرضية من جانب علي الوان وكرة موسى التمري والعرضية خير الله، ولكن برافو حارس المرمى، تدخل عمل كرة عرضية داخل الستة يارد في الأرضية، تدخل فيها حارس المرمى اليوم كيران كومار، يتحمل كثيرا من الكرات ومن اللعبات العرضية. دائما المنتخب الأردني في الجهة اليمنى أنشط من الجهة اليسرى، وهناك دائما تدخلات التعمري، وهذه اللعبة توصل، لكنها ما كانت الكرة ما كانت مستقرة، الكرة ما كانت موجودة في الأرض حقيقة، وطالت عليه، حاول فيها يزن النعمات في اللعبة الماضية، لكن تدخل حارس المرمى في الوقت المناسب، تدخل وضيق على المسافة، وبالتالي فوت على النعمات أيضا فرصة الهدف الثاني. فرصة الهدف الثاني للأردنيين أقرب لي أن يكونوا بتسجيل الهدف الثاني في هذا الشوط، لكن هناك دقائق قليلة متبقية، هل ينتهي هذا الشوط بهدف وحيد المنتخب الأردني؟ هذا لا يتماشى مع منتخب مع طموحات المنتخب الأردني في مواجهة النيباليين، يريدون كثير من الأهداف، يريدون أن يسجلوا مزيد من الأهداف حتى لا يكون الفارق الأهداف لمصلحة منتخبنا لو هناك تعادل في النقاط، خصوصا منتخبنا عنده 17 هدف بينما المنتخب الأردني عنده 10 أهداف، ومع هدف اليوم 11 هدف، هذه فرصة الأخير يزن النعمات، وقد تكون هي الفرصة الأخيرة. أكثرت كرتهم الضائعة، أكثرت فرصهم الأكيدة للتسجيل مع 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 اقتراب نهاية الشوط الأول، وبالتالي كرة ملعوبة، هجوم أردني آخر نعمات فيها لنفسه أمام 4 لاعبين، وهنا التسديدة، لكن التركيز والأرضية قد تكون هي عامل فارق بالنسبة للمنتخب الأردني في كراتهم، في لعباتهم، في خطورة فرصهم، وكرة اللعبة الآن ومحاولة، لكن تغطي علوان والاستعادة الكرة من جانب اللاعب محمد دميري، وكرة اللعبة التدخل على طول يزن العرب، تعود الكرة للمنتخب النيبالي، نيباليين يحاولون يصنعون ولو فرصة في هذا الشوط، ولو كرة خطرة في هذا الشوط، لأن معتز ياسين حارس المنتخب الأردني مرتاح تماما، كرة الآن وهجوم، محاولة تعمري موسى، جول مرمى الجول، الله يا تعمري، ضاع أنت يا تعمري، ممتاز أنت يا تعمري، موسى الذي تجول في الشمال وفي اليمين، لكن لم يسجل في هذه الكرة، صاحب القدم اليسرى، صاحب التسديد الأبرز، محاولة الأبرز الآن، حاول يصطاد الزاوية، لكن ما كملت، لم تنتهي في الشباك، حالاتها في الشباك، هذه المحاولة بعد المجهود الكبير الذي عمله هو موسى التعمري لاعب المنتخب الأردني، وكرة اللعبة الآن، ومحاولة موجودة في منتصف، تصل والسيطرة للاعب أيضا إبراهيم سعادة، يعود بالكرة في الخلف ليزن العرب، يزن العرب إلى إحسان حداد، وكرة طويلة تصل إلى علي علوان بينية، علي علوان، وبالتالي التعمري، وتدخل وإصابة بالسلام إن شاء الله، لعبها فيصل في كرة مشتركة عالية مع حارس المرمى في اللعبة الماضية، استبسال واضح من حارس المرمى في إبعاد الكرات بالسلام إن شاء الله، في ارتقاء عالي واصطدام عالي حقيقة في الكرة الماضية. إذا الوقت الأصلي انتهى، 4 دقائق يعطى حكم المباراة الماليزي في هذا الشوط، لأن في إصابات حصلت في هذا الشوط، ولكن شوف كرة علوان، أحمد علوان، علي علوان لعمل كرة ثنائية مع التامري، وهنا التدخل، وهنا الارتطاب من جانب الكرة المشتركة مع حارس المرمى لم يكن قاصدا، ولكن كان في الموعد، وهنا شوف محاولة أيضا موسى التامري التي صادها هو الحارس المرمى كومار، كومار تألق، كومار كيران
تألق حارس مرمى المنتخب النيبالي أمام المنتخب الأردني ومحاولاته وكراته ليبقى على حظوظ فريقه عند 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 الفارق الهدفي في هذا الشوط. على الأقل تقدير هذا يريد النيباليين أن يبقي هذا الشوط بفارق هدف فقط، لا يخسر كثيرا من الأهداف، لأن لديهم طموح آخر، هم يريدون المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهاية كأس آسيا، يعني المركز الثالث، المركز أفضل ثوالث، يدخل مع بشكل مباشر وليس ملحق، حيث الفرق الأخرى سوف تدخل ملحق التصفيات الآسيوية. كرة ملعوبة الآن وخطأ لمصلحة المنتخب النيبالي، هذا طموح المنتخب النيبالي، وهذا يعني نوع من أنواع التحفيز لهم لكي يستمروا ويطوروا، وبالتالي ممكن أن يكون في قادم الأيام فريق صعب أن تفوز عليه حقيقة، يتطور بشكل سريع أسوة ببعض الفرق في آسيا تطورت بشكل سريع، يحاولون أن يكونون على مفارق وأن يكون لهم كلمة في آسيا في كرة القدم، حق مشروع للكل يعمل. نتكلم عن المنتخب التايلاندي، لم يعد نفس في السابق المنتخب التايلاندي، هونغ كونغ كذلك، سنغافورة كذلك، نتكلم عن أيضا الهند، بدأ المنتخب يتطور بشكل ملفت، وبالتالي الكرة الهندية أيضا يعني أتت بمشاهير كرة القدم في البطولة الهندية، وبالتالي هذا نوع من أنواع محاولة للارتقاء بمستوى البطولة. وكرة ملعوبة الآن في الأمام، المنتخب الأردني عادت الكرة، الأردنيين كيف طوروا كرتهم، كيف طوروا من مستواهم الآن الأردني، يعني في لاعبين تجدهم يلعبون خارج المنتخب الأردني، وبالتالي هذه تعطي إضافة للمنتخب الأردني وتعطي إضافة للاعب عندما يحترف خارجيا. وكرة ملعوبة الآن، استخلاص الكرة من جانب اللاعب علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل، بيلعبها كرة عرضية ناحية علي علوان، وبالتالي أو يزن النعمات لكن طالت منه وعادت الكرة الآن إلى جهة اليسار لمصلحة أيضا أنا جان بيستا بغير جهة اليمين حقيقة للبديل سونال، ولكن طالت الكرة، وفي هذه الأثناء حكم المباراة الماليزي محمد أمير ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني عن طريق هذا اللاعب بهاء فيصل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء. على ذلك ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف للا شيء، مع كثير من الفرص أتيحت المنتخب الأردني لكن لم ينجح في استغلالها، لذلك ينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للا شيء. بعد فاصل تلتقي بزميلي في الاستوديو التحليلي، إلى اللقاء. رحب فيكم من جديد. إذن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المنتخب الأردني بهدف دون رد على المنتخب النيبالي. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها المزعج موسى التعمري، انبرى لتسديدها بهاء فيصل وأسكنها في الشباك معلنا هدف المباراة الأول حتى هذه اللحظة. رحب من جديد بخالد الفضلي وعلي بولند. مساء الخير كباتن من جديد. خالد، شوط المباراة الأول منطقي حتى هذه اللحظة؟ منطقي، ومثل ما قلت لك يعني يمكن حتى من ناحية توقع نفس التوقع. أنا المنتخب الأردني يعني افتقد اليوم للحلول الجماعية، خلنا نقول ما شفنا أوفر لابز وكرات عرضية، ما شفنا اختراق إلا ما ندر من العمق
تسديدات قليلة. أنت ترجمت الشوط الأول بأن المزعج موسى التعمري هو نجم الشوط الأول بامتياز من حيث الحلول الفردية، التسديد أخطر تسديدة كانت من خلاله حصل على ركلة جزاء، خطورة المنتخب الأردني كانت من ناحيته، ولكن كحلول جماعية كان يعني في أداء خلنا نقول يطغى عليه الجانب الحماسي، افتقدنا في التنوع في الحلول الفردية بعكس المنتخب النيبالي اللي كان أنا وجهة نظري منضبط، يعني مغلق مساحته حتى بعد الهدف المبكر صامد بالضبط، ما فتح الملعب عكس السابق لما كان يسجل في مرمى يفتح الملعب وتخلق مساحات أكبر للمنافسين. اليوم لا، يحسب الكابتن عبد الله أن اليوم حافظ على شكل الفريق حتى بعد الهدف المبكر في الدقيقة 20 وركلة الجزاء. بالمناسبة هي ركلة جزاء ولا مو ركلة جزاء خالد؟ والله أنا أشوفها مشكوك في أمرها، يعني ما أعتقد أنها علي صحيح ركلة جزاء صحيحة. على موضوع ركلة الجزاء بصرف النظر الحين وبعيدا عن هي صحيحة أو غير صحيحة، لكن هي بالأخير احتسبت ركلة جزاء، احتسبت لصالح موسى التعمري اللي قلنا في بداية الاستديو أن تسبب ب 73 خطأ له. اليوم أيضا بخطأ له سجل المنتخب الأردني ركلة الجزاء. بكل تأكيد يعني أنت تتكلم على واحد من أبرز اللاعبين وحل مثالي للمنتخب الأردني، خصوصاً لما تتكلم على موسى التعمري وتحركه ما بين الخطوط، أو إذا مثل ما قلنا قبل الهوى أو قبل المباراة إنه مثل ما خلقت للوضعية المناسبة لموسى التعمري راح يكون هو عنصر فارق كبير في المباراة. لاحظنا يمكن ضربة جزاء كانت من حالة واحد ضد واحد وقدر تفوق فيها، لاحظنا في أكثر من جزء من المباراة هو يستلم الكرة ما بين الخطوط بعد ذلك يأخذ الحل إما بالتسديد أو نغل مناطق اللعب. اللي عمله المنتخب الأردني إنه لعب على إمكانياته، لعب على المستوى البدني، دائما تشوف كرة ثانية لا، دائما تشوف كرة الأولى لا، دائما يعني لعب على إنه بهاء فيصل هو اللاعب اللي يحاول يربط فيه كمحطة، ودائما في تحولات أو في سويتش ما بين يزن النعيمات وما بين علي علوان، دائما في واحد أو اثنين منهم في منطقة الجزاء، وبالتالي كان في تنوع على مستوى الحلول، خصوصا لما يصعد محمد ميري لمناطق عاليه، فبالتالي يصير عندي موسى التعمري على اليمين، محمد ديميري في اليسار، وعندي ثلاث لاعبين في منطقه الجزاء، فاي عرضيه اي كره عرضيه وكره ثانيه دائما من مصلحه الاردن. وشفنا ان الاردن تمركز في منطقه نيبال، يحسب لنيبال انهم منظمين دفاعيا، يحسب انهم هم طلعوا من الشوط الاول فقط 1-0، وان ما يعني مثل ما قال كابتن خالد ما تم في خلل بالمنظومه، لكن ما شفنا اي جمله لمنتخب نيبال في العملية الهجومية اللي شفناه أمام الصين تايبي، اللي شفناه أمام العراق ما نفذ اليوم. هذا يبين لك إنه كان في قراءة لفيتال لمنتخب نيبال وتحجيم الأدوات، خصوصا اللاعب المميز اللي هو أنجبيستا. يعني ما شفنا أنجبيستا قام بأي عملية تحول، ما شفنا أنجبيستا اللي كان محطة ودائما هو اللاعب اللي ينتقل عن طريقه منتخب نيبال. كرة واحدة كانت لمنتخب نيبال وكانت تسديدة عشوائية لأن كان خروج محمد ديميري بشكل خاطئ. تسديدة عشوائية لكن هني تسديدة متقنة من مش هذه لموسى التعمري، أيضا كانت في تسديدة مميزة تصدى لها الحارس كران اللي أيضا هو كان مميز في شوط المباراة الأول. مع هذا الملخص إلى حد ما لحد ما نوصل للقطة اللي نبيها، لقطة تسديدة موسى التعمري اللي سددها وتصدى لها. برافو عليكم كباتن، هذه التسديدة وتصدى لها أيضا بإتقان كران حارس المنتخب النيبال. خالد موسى التعمري كان مزعج في كل الأحوال، هو العلامة الفارقة في الشوط الأول. شوف يعني نزل في وسط الملعب استلم، يعني يمكن حتى المعلق أو كان يعتقد أن لاعب وسط ارتكاز مش تعمري لأنه لاعب جناح، دخل من الجناح استلم مسافة بعيدة، استطاع أن يسدد تسديدة محكمة للأمانة وقوية مميزة. تصدي يحسب للحارس كيران ليمبو، يعني انا اعتقد تكلمنا عنه قبل المباراه انه من الحراس المميزين والمحترف في الدوري الهندي، اثبت لنا من خلال هذا التصدي انه يمتلك امكانيات كبيره على المستوى الفردي. كيران خالد ايضا حافظ على شباكه، يعني اكثر من هدف تصدى له في شوط المباراه الاول، وهذا حاله مع المنتخب النيبالي للامانه في طوال مشوار التصفيات، دائما يكون تحت المجهر من كثر سهوله الوصول للمرمى. اليوم قد يكون في صعوبة وصول المرمى، ولكن هو أيضا موجود في بعض الكرات العرضية، كان خروجه مناسب، وجوده في المرمى معطي أريحية للاعبينا، واضح أنه هو له ثقل بالفريق من خلال يعني إعطائهم الثقة بوجوده، حاسين أنه وراهم حارس. يعني حتى ضربة الجزاء
تحركها كان جيد لولا دقة التسديد من بهاء، يعني كان ممكن يتصدالها. فبالتالي اليوم لما نرجع نتكلم أنا بتكلم بضيف بس جزئية قالها الكابتن، يعني إن الفريق النيبالي مميز في التنظيم الدفاعي، فيه هوية دفاعية، فريق منظم دفاعيا، ولكن في التنظيم الهجومي وإحنا تكلمنا على أنه لابد أنه يلعب اللعب المباشر، التحول السريع بعد استخلاص الكرة، الوصول من خلال لمسة ولمستين للمنافس، الهجمات المرتدة، ما شفنا هذا الأمر. ويمكن هم تفاجأوا في المرة الوحيدة اللي وصلوا فيها واللاعب ريغال المهاجم من بعد المساحة كان بإمكانه يمرر سدد، لأنه تفاجأ بالكرة، هي حتى لا كانت لا هي تسديدة ولا هي تمريرة بالضبط، وكان بإمكانه يمرر تكون خطرة على المنتخب الأردني، ومع ذلك سددها بطريقة غريبة لأنه هو تفاجأ بالمكان اللي هو فيه طوال الشوط في أول مرة يوصل هالمنطقة. وهذه مشكلة هالمنتخبات خلنا نقول البعيدة عن المنافسة، ما بيقول أقل من أقصى من هذا اللقب، ولكن أنهم صعب أن يجيد في الشقين الهجومي والدفاعي في ذات الوقت. صحيح. علي خلي أعكس بعض الحالات في الشوط الأول وشنو هو المطلوب في شوط المباراة الثاني لكلا المنتخبين الأردني والنيبالي، شنو المطلوبون في شوط المباراة الثاني؟ شوف بالنسبة للمنتخب النيبالي احنا دائما نقول شكلك الدفاعي يعكس هويتك الهجومية، يعني متى ما كنت انت منظم دفاعيا، متى ما كنت انت مختار مناطق اللي تحاول تفتك فيها راح يبين شكلك الهجومي، تضغط بشكل عالي اذا انت بتستحوذ وتاخذ الكرة في مناطق خصمك عشان ما تاخذ وقت في الاستحواذ، تنطر خصمك في مناطق فبالتالي انت تبي المساحة عشان تفتك فيها. الواضح ان المنتخب النيبالي كان ماشي على النهج انه هو ينتظر في مناطقه ويعتمد على التحولات السريعة في على المنتخب الأردني، لكن لأن المنتخب الأردني كان واضح معالم منتخب نيبال في وين مكان القوة حجبها، كل الكرات الأولى والثانية كانت له، كل الاتحامات البدنية كانت له، وكان دائما تلاحظ أن المنتخب الأردني يدخل بعنف، يدخل بعملية الالتحام القوي بالبدنية. وبالنسبة للمنتخب الأردني أعتقد أنه بحاجة أنه يكون في لاعب رقم 10، في حاجة للاعب أنه يربط ويعطي بهاء فيصل مساحة أكبر أن يتحرك خلف المدافعين. بس علي المنتخب الأردني حتى في الشوط الأول جاي يعطيني إحساس إن أغلب الهجمات ممكن قادر إنه يسجل في أي وقت. صحيح، لأنه عنده جودة لاعبين ولأنه قاعد يلعب على جمل معينة أو على أمور معينة. أنت لو تلاحظ كيفية تحرك موسى التعمري، يمكن اللقطة اللي مساعد تكلمنا عنها تسديدة هنا يبين لك ذكاء اللاعب أو يبين لك قوة لاعب مثل موسى التعمري. لاحظ لما يستلم الكرة ولاحظ القرار اللي خذاه، لاعب آخر ممكن يمرر لكن هو يعلم بأن أمام خطين، فبالتالي كسر الخط الأول بعملية الجري أو أخذ القرار بكل جرأة. لاحظ هني أخذ الكرة لأنه ما في خيارات تمرير، ولأنه يدري أن أي خيار تمرير ممكن سبب مشكلة، لاحظ خذ القرار، صار 4-4 هني، وهذه أخطر حالة دفاعية في كرة القدم، يكون في تماثل عددي. فبالتالي لاحظ موسى التعمري 4-4 أخذ القرار اللي هو القرار اللي يشوفه بالنسبة له أسلم، واللي هو دائما تعود عليه التسديد عن بعد، لاعب مميز في هذا الجانب. تكلمت عنها علي انت قبل المباراة لما سجلوا بهاء فيصل هدف على الصين تايبي. صحيح، في الاختراق. صحيح، ضغط واستخلاص وايضا تعمري ومرر. شوف تكررت اليوم كثير، ولكن ما تواجد الحركه العكسيه من بهاء او غير بهاء انه يعطيه مجال يعمل له ثرو باس. بالضبط، وهذا ما شفناه في الشوط الاول. قوه بهاء انه يطلب الكره في ظهر المدافع. اليوم شفنا بهاء كثير من الاحيان ينزل عشان يكون هو المحطه اللي تصعد الفريق، لأنه ما في اليوم أحمد ياسر، ما في اللاعب الآخر اللي هو ياسين بخيت يعني. مو موجودين هذين اللاعبين، كانوا هم دائما المحطات اللي ينتقل عنهم أو ينتقل خلالهم المنتخب الأردني. اليوم لأنه يلعب فيتال ممكن يسعى فيهم شوط المباراة الثاني، ممكن، لكن هو حب إنه يكون عنده كثافة هجومية في منطقة الجزاء عن طريق عرضيات الدميري أو عن طريق عرضيات اللي هو إحسان حداد أو التعمري، يكون في عندي 3-4 لاعبين مميزين بدنيا وهدافين قادرين يعطوني الكثافه الهجوميه اللي انا بيها، وعدد الاهداف اللي تكلمنا عنه اللي راح يكون فارغ بالنسبه لك. شكرا علي، لان هذا السؤال كنت بساله خالد، انا خالد هو اللي اشار لهذه النقطه مع بدايه تغطيتنا لهذه المباراه في الاستديو. خالد ذكرت او حرصت على انك تذكر في نسبه الاهداف. صحيح، المنتخب الاردني انهى الشوط ال 45 دقيقه الاولى هدف، حاط في باله ولا هو يبين 3 نقاط بصرف النظر عن الاهداف؟ هو 3 نقاط قد يكون من الجانب المعنوي ان افكر بثلاث نقاط، لان انا بلعب مباراه مصيريه امام منتخب الكويت، هو فوزه او تعادله حيكون اغرب للتاهل، لان انت مباراه تقصد اللعبه الثانيه امام الكويت، فوز او تعادل. المباراه الاخيره ايضا خلينا نتكلم بصراحه، المباراه الاخيره امام منتخب الاسترالي، اذا فاز استرالي اليوم حسم اموره في التاهل، فبالتالي ما راح يلعب بكامل قوته منتخب الاسترالي على الاقل، على الاقل من جانب المعنوي. انا اتكلم حين الاردن
ما يفكر بنسبة تسجيل الأهداف كثر ما يفكر بحصد النقاط الثلاث. الحين هو خلص الأهم أنه تقدم في النتيجة بالضبط، ولكن تفاجأ بتنظيم دفاعي مميز ما تفكك بعد تأخره في النتيجة من المنتخب النيبالي، وهذا تفاجأ فيه في الشوط الأول. الشوط الثاني لابد أنه أيضا يكون عنده حلول. أنا وجهة نظري الشخصية لمسة الكابتن عبد الله الشلاحي على الفريق من خلال أنه قدر يحافظ على شكل الفريق حتى بعد التأخر بالنتيجة. صحيح. ولكن فنيا أنا أعتقد راح تكون بالكثير 70 دقيقة. بعد 70 دقيقة راح يكون هناك أخطاء كثيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، إذا ما خطف مثلاً نيبال هدف تعادل ما سوى مفاجأة بالنسبة لنا. بعد 70 أنا أعتقد المباراة راح تكون مفتوحة وصعب إنك تسيطر على لاعبينك منتخب نيبال، وممكن منتخب الأردني بعد 70 مع 5 تبديلات وأسامي مميزة موجودة في الدكة ممكن يعمل فارق كبير بالنتيجة، مع الإضافة أن النقطة الأهم اللي تفوق فيها المنتخب الأردني سرعة استرجاع الكرة، لما يخسر كرة يسترجع الكرة بسرعة. برافو عليك، هذه مهمة جدا. علي يعني المنتخب الأردني أجمعت أنه قادر على تسجيل الثاني والثالث، وقد يكون الأمر مسألة وقت، لكن أنا السؤال على المنتخب النيبالي، هل هو قادر على تعديل النتيجة؟ هل هو قادر على تسجيل هدف في هذه المباراة؟ قادر إذا كانت أنت لو تلاحظ المنتخب النيبالي مشكلته كانت في عملية المسباص، عملية أن التمريرات اللي عقب ما يستخلص الكرة أو يحاول يطلع فيها بحال بناء الهجمة كانت أغلبها في تكون خاطئة. صحيح. بالتالي أنت كل ما كانت التمريرات خاطئة كل ما كان في تحول أسرع من منتخب الأردن عليك، فمتى ما كان قادر على أن يكون محطاته قادر على الاستلام والتحول السريع في المساحة راح يكون فيه خطورة. توقعاتك الشوط الثاني؟ زيادة تغلت في الأردن الأهداف. هذه زيادة. وأنت توقعاتك خالد؟ أنا راح الأردن راح يحسمها بفارق 3 أهداف في الثلث ساعة الأخيرة. أشكركم كباتن مؤقتا، راح نرجع لكم مع نهاية المباراة. عودة سريعة للعزيز والزميل المعلق بدر الشداد ليوافينا بتفاصيل شوط المباراة الثاني. بدر صوت الصورة معك. نمبر 10 أحمد أسير ريبليست نمبر 13 إبراهيم سعادة and the substitution for Jordan as well player number 11 ياسر البخيت ريبليست نمبر 15 علي علوان. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجمل تهيئة في شوط المباراة الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان. شوط أول كان قد انتهى لمصلحة المنتخب الأردني بهدف وحيد سجل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة موسى التامري داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22. على إثر ذلك سجل بهاء فيصل أولى أهداف المنتخب الأردني وانتهى على ذلك شوط المباراة الأول الأردني متقدم على النيبال بهدف لا شيء. لكن أيضا الأردنيين في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الأول أهدروا كثير من الفرص، أهدروا كثير من المحاولات، لأن حارس المرمى النيبالي كان متألقا وكان في المرصاد لكل محاولاتهم رغم خطورتها. كيرين كومار كيرل لامبوكيمار الذي تصدى لعديد من المحاولات، وبالتالي لينتهي شوط المباراة الأول بفارق وحيد من الأهداف لمصلحة المنتخب الأردني. وطبعا الأردنيين الفوز على النيبال ليس بهدف وحيد، طموحهم طبعا هم يريدون الكثير من الأهداف حتى لا يدخلوا في مسألة فارق الأهداف، وبالتالي يريدون تسجيل المزيد من الأهداف. كرة لعبت الآن ومحاولة موجودة للمنتخب الأردني للاعب يزن العرب بيلعبها إلى الدميري
في الجهة اليسرى محمد الدميري، الدميري بيلعب على طول الى مهند خير الله، مهند خير الله كرة لعبت الى يزن العرب في الامام في النص الى علي يزن نعمات، يزن نعمات كرة ناحية اليمين ارضية في نص الملعب، الان محاولة موجودة وتوصل للمنتخب الاردني، ممكن العرضية هذه ممكن تشكل خطورة العرضية، اذا مر خطرة توغل وعمل له كرة ارضية مر وراوغ، ولكن كرة بعيدة على التعمري موسى التعمري، لكن توغل رائع جدا حقيقة في الجهة اليسرى وسرعة في المحاولة في الجهة اليسرى حقيقة من جانب المنتخب الاردني حقيقة احمد سمير شاهد وهذا ايضا دخول ياسين البخيت واحمد سمير بتغييرات التي اجراها فيتال بوركلمنز في شوط المباراة الثاني، اشراك هذين اللاعبين حقيقة في تشكيلته. كرة لعبت الان انعمات في نص الملعب يكسب خطأ، لكن هو ابعد من عد اشرك لاعبين اثنين اعتقد علي علوان خارج التشكيلة في شوط المباراة الثاني، علي علوان ويبدو الان الكرة الثابتة لمصلحة المنتخب الاردني، كرة ثابتة حارس المرمى اذا وحائط الصيد كيران كومار، كيران وحائط الصيد في الكرة الثابتة المنتخب الاردني بيلعب جهة اليمين، ولكن اعادة لي حكم المباراة الماليزي محمد يعقوب امير يطلب اعادة تنفيذ الكرة الثابتة الا بالصافرة حقيقة، هذا ياسين البخيت حقيقة واحمد سمير، احمد سمير هو البديل في شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الاردني، ثابتة الله بها فيصل، بها فيصل في بهاء في بهاء من الكرات القوية في المرمى، هذا بهاء يعطي بهاء في الكرة الثابتة التي لم يشاهدها حارس المرمى حقيقة كيران 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 بكرة ثابتة، با فيصل بيسجل من كرة ثابتة برت من الحيطة فيها بهاء فيها كثير من البهاء ليسجل ثاني أهدافهم من كرة ثابتة، رائع جدا للأردن للكرة الثابتة الرائع جدا اللي سجلها فيصل با فيصل في اللعبة الماضية في أول دقائق في أربع دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني، يسجل با فيصل ثاني أهدافهم ثاني أهداف المنتخب الأردني من كرة ثابتة وثاني أهدافه في هذه المباراة هو بها فيصل، بها فيصل كل أهداف اليوم من كرات ثابتة من ركلة جزاء ومن كرة ثابتة، ختم بمسافة بعيدة باقت فيها حارس المرمى كيران كومار الذي كان متألقا في شوط المباراة الأول، لكن الكرة كانت مباغتة، وهنا ياسين بخيت بيحاول يضغط على دنيش الظهير الأيمن وكرة لعبت كوها في الخلف تدخل وعادت إلى جان في نص الملعب يوجا ولكن كرة استعادها أيضا لاعب المنتخب الأردني هو نعمات بيلعب كرة في الخلف تصل إلى اللاعب يزن العرب أو مهند خير الله بتصل إلى ياسين لبخيت في جهة اليسار، ياسين لبخيت لاعب سريع وكرة لعبة لا توغل، الله اللعبة كانت رائعة جدا من جانب محمد الدميري، الظهير الأيسر ويعطي قوة هجومية ويعطي أفضلية هجومية مع ياسين بخيت الآن في الجهة اليسرى يصبح قوة ضاربة وسرعة قوية للمنتخب الأردني في الجهة اليسرى بوضعية أفضل، يبدأ شوط المباراة الثاني للمنتخب الأردني أسرع أداء أسرع من 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 شوط المباراة النسخ
نقل الكرة ومحاولاته أسرع عما كانت عليه في شوط المباراة الأول. لذلك الآن هو متقدم في هذه المباراة بهدفين لا شيء المنتخب النيبال. الأردن هدفين وكرة لعبت لها ركنية عرضية ومحاولة لا زالت موجودة ولكن تغطية وتصل الآن الدميري محمد الدميري. الدميري يحاول يحافظ على كورته يلعب كرة في الخلف لإبراهيم سعادة أو لروابدة نور الروابدة وكرة اللعبة الآن مقطوعة تصل إلى با فيصل الهداف اليوم وبالتالي ما أكملت هذه الثنائية راحت وضاعت على المنتخب الأردني في اللعبة الماضية. هنا ضغط وهنا محاولة والإباد والتدخل من جانب أيضا اللاعب نور الروابدة في الكرة الماضية الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس اللاعب كرة في الخلف بيشيلها على طول أناناتا عادت لسومان لاما بيلعبها إلى دينيش يلعب له كرة لكن مقطوعة على طول من جانب المنتخب الأردني تصل إلى ياسين خيت كرة في نص الملعب الآن في السبع دقائق مستمعينا الكرام متابعينا مشاهدينا الأعزاء في الكويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء الشوط الثاني المتقدم في المنتخب الأردني الذي تسيد المباراة وتسيد الأجواء وتسيد اللعب والخطورة وبالتالي هذه اللعبة عرضية ولكن ناحية أحمد سمير ما أكملت كرة ياسين لبخيت الثنائي الذي أتى في شوط المباراة الثاني أتى بفاعلية حقيقة لحد الآن في السبع دقائق على الأقل تقدير في شوط المباراة الثاني أتى بفاعلية وكرة اللعبة الآن الدميري بيلعبها لروابده نور الروابده وكرة اللعبة الآن محاولة موجودة إلى أحمد سمير بيلعب الكرة إلى موسى التعمري بيحاول يبحث عن ثنائية التعمري في اللعبة الماضية لكن عادت سرعان ما عادت للمنتخب الأردني الكرة هذه وبالتالي على طول في الجهة اليسار من خير الله إلى ياسين بخيت يحاول يمر بخيت وفرصة للتسديدة ولكن كرة بعيدة من الدفاع لكن لا زالت خطورة موجودة وتمريرة ما أكملت لم يكن متفاهم فيها هذه اللعبة حسان حداد مع زملاء في اللعبة الماضية وبالتالي راحت الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيبالي يعني على بالي أنه ممكن أن يكون أفضل النيبالي في شوط المباراة الثانية لكن هذه إمكانياتهم هذه قدراتهم في هذه المباراة التي يحاول أن يقبض على كل أطراف الملعب هو المنتخب الأردني في هذا الشوط وشوط المباراة الثاني وبالتالي يريد المزيد من الأهداف كرة لعبة الآن لعبة الأهداف هذه وكرة إلى ياسين يحاول يلعبها إلى محمد في الجهة اليسرى محمد الدميري ولكن كرة ما كملت وبالتالي أبعدت وكرة ذابت في النهاية إلى خارج الملعب إلى ركلة مرة شوف هدف رائع جدا حقيقة لم يكن متوقعا أن يسددها ويضعها في المرمى بهذه الطريقة وبها فيصل وبالتالي باغت في حارس المرمى ليسجل في ثاني أهداف المنتخب الأردني كرة اللعب في نص الملعب منتخب النيبال يوجا لي أيضا سانتوش لسومان أوريال إلى يوجا بيلعب ليوجا طويلة يوجا طويلة على مينيش هذا بديل في شوط المباراة الثاني مينيش اللي كان في وضع التسلل مينيش إلى مصلحة المنتخب الأردني مينيش أعتقد ما كان فيها تسلل إذن هناك في صافرة في خطأ لمصلحة المنتخب الأردني عاقة اللاعب يزن النعيمات خطأ 10 دقائق مضت من شوط المباراة الثاني هذا المدرب الوطني مدرب
الكويتي مدربا للمنتخب النيبالي وعبد الله الشلاحي. يعني هذه امكانيات الفريق، لكن ايضا هو في مباراه الوديه خسر بفارق كبير من الاهداف امام منتخب العراق في البصره، وبالتالي هكذا النيبال هذه امكانياته هذا حدوده. لكن هناك تبديل، سانتوش او من يتم تبديل الان او غير رايه الان، تاخر في التبديل والكره الثابته تصبح الان اردنيه، ويبدو هو ياسين لبخيت على تنفيذ الكره الثابته بالنسبه للاردن التي تسعى ويسعى لاعبيها في 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 هذه الاثناء لاحراز ثالث اهدافهم في هذه المباراه بعد الهدفين. وكره لعبت عاليه وخروج حارس المرمى، لكن يبدو فيها خطا وتدخل من جانب اللاعب مهند خير الله لاعب المدافع المنتخب الاردني. مهند خير الله مع حارس المرمى اشترك واضح بهذه الطريقه، كيران حارس المرمى عقده من جانب مهند خير الله، وبالتالي خطا لمصلحه منتخب نيبال. نيبال اللي جاهز الان يبدل لاعبين اثنين حقيقه النيباليين. تبديل راح يجري ايضا، تبديل في نمبر 8 بيشار راي ريبليس نمبر 17 سانتوش تامينغ. أشيش هذا هو البديل، تبديل اجرى ايضا المدرب عبد الله الشلاحي مدرب المنتخب النيبالي باشراك لاعبين الان، خروج يوجا وخروج ايضا اباها شيك. هذه تبديلاته في شوط المباراه الثاني. نقترب من الربع ساعة الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان لإحداث هذه اللقاء. هذه فرصة نيبالية ومحاولة موجودة، وبالتالي هناك دفعة وخطأ لدفاع الأردني، وكاد أن يسرط الأنظار النيباليين بهذه الكرة ويقلصون الفارق بهدف، لأن هذه فرصة كاد أن يقع فيها المدافع الأردني، كاد أن يقع في الخطأ. كرة تصل إلى بها فيصل صاحب الهدفين، صاحب الهدف الرائع حقيقة من كرة ثابتة بعدما كان الأول من ركلة الجزاء التي سجلها في شوط المباراة الأول. أتى في الهدف الثاني من كرة ثابتة في الدقيقة السابعة، وكرة لعبت الآن عرضية خطرة ومرت كرتهم وبرت وصلت لأيضا بخيت ياسين بخيت في الكرة الماضية، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. ضغط عالي عاملة أيضا والرقابة عاملها أيضا اللاعب النيبالي أنجان باستا، ولكن أعتقد ياسين بخيت في ظهوره في شوط المباراة الثاني بهذه الطريقة أعطى سرعة للمنتخب الأردني في كراتهم المرتدة، في كراتهم الهجومية، في لعباتهم الثنائية، ولكن لم تسفر إلا عن هدف من كرة ثابتة. لم تسفر هذه المحاولات هم في هذا الشوط وشوط المباراة الأول أيضا إلا عن طريق كرة ثابتة، ما في جملة اكتملت وسجلت من قبل المنتخب الأردني في هذه المباراة، وبالتالي هذا أيضا يبقى مؤشرا ليس جيدا للمدرب فيتال بوكورنينز. وبالتالي هنا محاولة موجودة، ولكن التسديدة والمحاولة تبقى ليزن النعمات، وهنا التدخل والابعاد من جانب اريك بيستا ولعبت الركنيه لمصلحه المنتخب الاردني. بيلعبها هذا مهند خير الله، تعود الى موسى التامري، تامري راسيه ومحاوله بالراس من جانب فيصل، ولكن الكره الى خارج الملعب. ركله مرمى لمصلحه المنتخب النيبالي، وكرة لعبة مشتركة تنشال على طول في نص الملعب. الآن عادت الكرة للمدافع ياسين العربي الى معتز ياسين حارس المرمى اللي
نادرا ما نراه في هذه المباراة، نادرا حتى في شوط المباراة الأول ما شفناه كثير حقيقة. معتز ياسين حارس المرمى المفقود في هذه المباراة، هذا دليل على عدم وجود خطورة نيبالية على المرمى الأردني في 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 ال 61 دقيقة التي مضت من عمر هذا اللقاء، في شوطها الأول، في 16 دقيقة التي مضت من شوط المباراة الثاني لم نشاهد خطورة على المرمى للحارس معتز ياسين حارس المرمى للمنتخب الأردني. الأردنيين رغم ذلك متقدمين فقط بهدفين، رغم ذلك متقدمين فقط هدفين في مرمى نيبال. يعني أعتقد أن هذا يعتبر نجاح من المنتخب النيبالي أن يخرج اليوم بهدفين فقط في مرمى. يعني حتى الآن هو محقق نتائج إيجابية أمام المنتخب الأردني، فارق كبير من الإمكانيات، فارق كبير في القدرات وفي الأدوات، وبالتالي كرة ملعوبة موسى تعمري بيلعبها إلى جهة أيضا اللاعب الدميري، وكرة لداخل المنطقة وحاولة المرور والبحث هو من جانب أيضا يزن النعيمات، البحث عن ركلة جزاء يزن النعيمات عن طريق هذه المحاولة والسقوط داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة، يزن النعيمات واستخدام جيد من جانب المدافع النيبالي أيضا اللاعب أنانتا في الكرة الماضية أنانتا، ولكن حكم المباراة لم يقل شيء، وكرة لعبة الآن كيرن حارس المرمى بالأمام لكن في نص الملعب مقطوعة وعادت لمصلحة المنتخب الأردني. هذا موسى التعمري صاحب القدم اليسرى، موسى التعمري مر يراوغ يحاول يخترق الدفاع، لكن روت أنتشاد يتدخل في الوقت المناسب في اللعبة الماضية، وبالتالي كرة ملعوبة الآن لمنيش بيحاول يمر منيش في الكرة الماضية والتدخل ومهند خير الله، وبالتالي هناك خطأ مهند خير الله، هناك خطأ في اعتراض للاعب الذي حاول أن يتوغل هو منيش في اللعبة الماضية. عفوا. إذن خطأ لمصلحة المنتخب النيبالي، ليست بالقريبة من منطقة الجزاء ولكن قد تشكل إلى حد ما خطورة على المرمى الأردني. كرة ثابتة تبقى هي لمصلحة المنتخب الأردني، لعبت في الأمام ولكن تدخل في الوقت المناسب للدميري، محمد الدميري لاعب نشط في الجهة اليسرى وفي الشق الدفاعي بالنسبة لمنتخب الأردن. يزن العرب كذلك في العمق الدفاعي مع أيضا مهند خير الله في العمق الدفاعي، وبالتالي هناك وجود أيضا حسان حداد عفوا. تلعب كرة والرمية تماس في الخلف إلى أنانتا بيلعب لك كرة عالية أنانتا، لكن دميري وياسين بخيت، دميري في الجهة اليسرى في نص الملعب، نور روابدة وبالتالي إلى يزن العربي إلى حارس مرمى أيضا هو ياسين، معتز ياسين تصل لموسى التعمري طالب بلمسة تيت، موسى التعمري لاعب جيد حقيقة بلمسة، لكن انخفض مستواه في شوط المباراة الثاني لم يكن كما كان في شوط المباراة الأول. موسى التعمري اللعبة الآن في نص الملعب، الكرة لمصلحة منتخب الأردن، حاول يمر بالتالي في نص الملعب بنيش نيبال، حاول يمر لكن مقطوعة من جانب روابدة، وهنا موسى التعمري يتركها تصل إلى بهاء فيصل الآن، بهاء يلعب الكرة في الخلف، يزن العرب إلى محمد الدميري في الجهة اليسرى، الدميري مع الروابدة الآن، لكن عاد هي الرأي إلى يزن العرب كرة في نص الملعب، أحمد سمير بيلعبها إلى مهند خير الله، كرة في الخلف، خير الله إلى حارس المرمى معتز ياسين، يزن العرب
20 دقيقة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر الكويت الرياضية من زمن شوط المباراة الثاني، 65 دقيقة من عمر هذا اللقاء. التقدم مستمر للنشامة بهدفين على النيباليين في منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية، كأس أمم آسيا الذي سوف يكون بعد كأس العالم بعام في عام 2023. هناك تبديل الآن في هذه الأثناء، إشراك اللاعب منتخب الأردني حقيقة لاعب حمزة الدردور يبدو أنه تم إشراكه الآن، ثالث لاعب الدردور، وأيضا لعب بهاء عبد الرحمن تبديل رابع، وكرة ملعوبة راسية، جول جول للمدافع الذي شارك في هذه الكرة في هذه الرأسية، يزن العرب في كرة عرضية ورأسية يسجل ثالث أهدافهم، ثلاثة أصبحت الآن للمنتخب الأردني في مرمى نيبال يسجل هدف الثالث، هو يزن العرب في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني. شوف الصناعة العرضية، أحسن حداد عملها على رأس اللاعب يزن العرب، صناعة هي من مدافع لمدافع، هو يزن العرب مدافع قلب الدفاع والظهير الأيمن الذي أرسل الكرة العرضية، هو اللاعب حسان حداد صنع الهدف الثالث، هدف الثالث بعد تمرير أيضا رائع من جانب أحمد سمير، أيضا هو الآخر اللي مرر كرة لإحسان حداد وسجل من خلاله، هو يزن العرب برأسيته بالكرة التي ارتقى لها، وبالتالي تصبح النتيجة الآن ثلاثية للمنتخب الأردني في مرمى نيبال، وكرة ملعوبة الآن ومحاولة لكن التدخل لدفاع المنتخب النيبالي، وتصل الآن إلى جهة اليسار لسومان أريال، مقطوعة تصل في نص الملعب إلى الدفاع النيبالي، دينيش حارس المرمى كرين خاطئة وضغط فيصل بيلعبها لمن للبديل، ومحاولة الآن إلى جهة اليمين للمنتخب الأردني، وموسى بيلعب لك راضية ورأسية حاول فيها أحمد سمير في اللعبة الماضية، موسى التعمري عمل لها عرضية وكرة مشتركة وإصابة للاعب منتخب نيبال حقيقة بالسلامة إن شاء الله. أنانتا هو الذي أصيب في هذه الكرة المشتركة، وبالتالي رأسية حمزة الدردور، يعني الدردور كان قد حاول في الأولى لكن في الثانية حاول فيها أحمد يعني البديل الآخر هو أحمد سمير، وبالتالي مرت الكرة وعدت إلى خارج الملعب أحمد سمير وأيضا حمزة الدردور، هذه الأسماء التي أتت في هذه الأثناء في الجزء الثاني من شوط المباراة الثاني، وبالتالي المباراة الآن هي ثلاثية المنتخب الأردني في دقيقة، نمر في الدقيقة 70 من عمر هذا اللقاء، والدقيقة طبعا 25 من زمن شوط المباراة الثاني. التقدم لا زال مستمرا بالنسبة للمنتخب الأردني بثلاثية في مرمى نيبال، يكررون ذات النتيجة مباراة الذهاب في الإياب، الآن هم بثلاثية أيضا. إذا الأردن بثلاث أهداف يرفع رصيدها من الأهداف إلى 13 هدف حقيقة، لأن قبل ذلك كان عندهم 10 أهداف المنتخب الأردني، 10 أهداف وعليهم هدفين، الآن 13 هدف. منتخبنا الوطني عنده 17 هدف وعليه 6 أهداف، الفارق من الأهداف 11، والآن أصبح فارق الأهداف بالنسبة للمنتخب الأردني 11، وبالتالي
يعني عملية لا نريد أن ندخل في فارق الأهداف ممكن تحسم الأمور، لكن إن شاء الله الأزرق يحسم الأمور في الملعب، لأن لا زالت الأمور بيده في 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 هذا في المواجهة القادمة أمام المنتخب الأردني هنا في ذات الملعب في استاد جابر. نيتنا بالتوفيق إن شاء الله للأزرق وتقديم مستوى رائع ونسيان ما قدمه في مباراة استراليا. إذا رمية تماس للمنتخب النيبالي. سومان أريال لعب رمية تماس بلمة بصدره، هو اللاعب البديل حقيقة. نوايوك في مستوى يوغوا، بالتالي خطأ لمصلحة نوايوك، لمصلحة المنتخب النيبالي. حتى في نص الملعب منتخب الأردني، هذه مباراة السادسة ومتبقي لمباراة المنتخب الكويت واستراليا، يعني مباريات المتبقية كلها صعبة. ياسر البخيت الآن على تنفيذ الركنية لمصلحة المنتخب الأردني، يتركها للبديل الآخر بهاء عبد الرحمن لاعب سبق أيضا لعب في الدوري الكويتي حقيقة. بهاء عبد الرحمن وكرة ثابتة، القائم الأول حاول فيها أحمد سمير في اللعبة الماضية، لكن رغابة موجودة للدفاع النيبالي. كرة وصلت للخلف لصاحب الهدف الثالث أو اللي صنع الهدف الثالث حقيقة، إحسان حداد بيلعبها طويل. إحسان حداد ناحية ياسين بخيت، يستلم خارج خلف المدافعين. ياسين بخيت الآن من العرضية بيلعبها، ولكن تغطية من روت تشاند يتدخل في الكرة الماضية روت تشاند، ويمنع فرصة أكيدة كانت منتخب الأردني. لكن الانطلاقات لياسين بخيت التي من الخلف خلف المدافعين، لاعب سريع ويصنع الفارق في هذه اللعبات في هذه الانطلاقات، وبالتالي الكرة كادت أن تكون هدفا رابعا للمنتخب الأردني في اللعبة الماضية. لكن الركنية الآن بهاء عبد الرحمن على تنفيذها بالنسبة للمنتخب الأردني. على يمين حارس المرمى كيرين كومان كرة ثابتة، لعبة الآن أردنية ورأسية مرة أخرى برأسه يزن العرب في اللعبة الماضية، لكن لم يزنها بشكل جيد، وبالتالي ذابت عالية إلى خارج الملعب كرة يزن العرب في اللعبة الماضية، وبالتالي راحت فرصة كانت متاحة. شوف يزن الارتقاء بلا رقابة، وبالتالي بلا معاناة من مضايقة اللاعبين ومدافعين المنتخب النيبالي، لكن لم يكن التركيزا حاضرا لدى اللاعب يزن العرب، وبالتالي كانت فرصة متاحة لهدف رابع بالنسبة للمنتخب الأردني. ذنبا عبد الرحمن أيضا الذي أتى في شوط المباراة الثاني من الأسماء التي زج فيها المدرب البلجيكي فيتال بوركلمنز، الذي نالته ما نالته من الانتقادات في 2019 من الصحافة الأردنية على نتائج المتواضعة، على أداء المنتخب الأردني المتواضع، وأيضا كان ذلك بعد كأس آسيا أيضا كان متواضعا أداء الأردنيين في تفاوت في دور المجموعات، وبالتالي كانت هناك الملاحظات كثيرة على المدرب فيتال بوركلمنز البلجيكي، لكن هو يريد أن يعبر بالمنتخب الأردني مرة أخرى إلى مرحلة الحسم لتصفيات كأس العالم المتقدمة، والتي راح تكون في سبتمبر القادم، عندما يحاول بشكل جاد حقيقة لأن يحصل على المركز الثاني وأفضل أربع ثواني في المجموعات الثمانية، وطبعا هذا يعتمد على النتائج التي سوف يحققها في آخر مباراتين
القادمتين. الآن هو رفع رصيده بهذه النتيجة إلى 13 نقطة، ويبقى منتخبنا الوطني بعشر نقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب الاسترالي. وبالتالي إذا كان هناك تعادلا أو خسارة لمنتخبنا فإن الأمور لن تكون بشكل جيد، لأن هي المباراة الأخيرة بالنسبة لمنتخبنا، ليست الأخيرة عفوا، ولكن هي راح تكون الأخيرة مع تايبي، ولكن يعني فرصة الأخيرة أمام المنتخب الأردني المنافس المباشر لمنتخبنا الوطني على بطاقة أو إحدى البطاقات هذه المجموعة. البطاقة الأولى محجوزة، الأستراليين عازمين، يعني صعب تماما تجاري المنتخب الأسترالي. بعض يقول لا ممكن المنتخب الأسترالي يعني شبه منتخب أوروبي موجود حقيقة معنا في آسيا. المنتخب الأسترالي يعني بالأسماء باللاعبين أسوة بمنتخب الكوري الجنوبي، منتخب الياباني علامة فارقة في آسيا بنتائجهم. وبعد ذلك أيضا يعني المنتخب الإيراني في سنوات أيضا كنا نشاهد اللاعبين الإيرانيين محترفين في أوروبا، وبالتالي ألقى بظلال هذا الشيء على مستوى المنتخب الإيراني في آسيا. لكن لما غابت هذه الأسماء، لم تظهر أسماء إيرانية في أوروبا، بدأ المنتخب الإيراني يبتعد عن المنافسة. لابد أن تملك الآن لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية حتى يعطونك الأفضلية في المنافسات القارية. كرة لعبت الآن في العمق، ومحاولة ديميري، الظهير الديميري، ويطالبون بلمسة يد في اللعبة الماضية من محمد ديميري الذي أرسل كرة في العمق في داخل منطقة الجزاء، وكادت أن تأتي في اللعبة الماضية. لكن الأردنيين لا اكتفوا، يبدو بالثلاثية، هل يزيدون بهدف رابع في مرمى المنتخب الأردني؟ كيرن بيشيلها على طول. كيرن حقيقة كومار أوقف كثير من المحاولات والفرص في العشر دقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، كانت كفيلة بأن ترفع النتيجة الآن إلى 5 أهداف، ولكن حارس المرمى وقف أمام تلك المحاولات، وبالتالي الأمور تبقى الآن في شوطها الثاني حتى دقيقة 78 من عمر هذا اللقاء، وطبعا على بعد 12 دقيقة أي في دقيقة 33 من زمن شوط المباراة الثاني. لازلنا نتابع هذه المباراة، والتقدم مستمر للمنتخب الأردني بثلاثية في مرمى نيبال بذات النتيجة التي حققوها في مباراة الذهاب، يكررونها هنا في استاد جابر في الياب في هذه البطولة المجمعة بإثر جائحة كورونا، والتي دام التوقف فيها لأكثر من عام ونصف حقيقة. يعني المباراة الرسمية عادت لهذه المجموعات في هذه الفترة، وبالتالي الكل سوف تنتهي في منتصف هذا الشهر كل المنافسات هذه المجموعة. كرة ملعوبة الآن أرضية من جانب أيضا صانع الهدف الثالث إحسان حداد، لكن يبدو أن كرة عبرت وأصبحت الآن هي ركلة مرمى لمصلحة منتخب نيبال. نيبال مرة أخرى يخسر أمام المنتخب الأردني، وهنا أيضا عدي الصيف اللاعب المخضرم، 5 تغييرات المنتخب الأردني، وأيضا 5 تغييرات المدرب البلجيكي فيتال بوركلمز راح تكون على حساب بهاء فيصل صاحب الهدفين في هذه المباراة، من أصل 3 أهداف سجلها المنتخب الأردني في هذا المساء. في بهاء فيصل من ركلة جزاء هذه التي سددت في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول، وهنا الثابتة في أول دقائق شوط المباراة الثاني باقت في حارس المرمى، هو بهاء فيصل الذي قدم مباراة جيدة بتسجيل هدفين في مرمى نيبال. كرة لعبة الآن ومحاولة بينية طولية، ولكن على طول ديميري محمد ديميري بذكاء بخبرته عملها وبالتالي أبعدها، وأصبحت لمصلحة منتخب بلاده لحارس مرمى معتز. وهنا لمسة اليد حقيقة التي لم تكن مقصودة كما يراها حكم المباراة الماليزي، ولكن الكرة لعبت الآن نيبال بحاول المرور نيبال، وبالتالي تمريرة لنواين نواين نوايونغ، وبالتالي مقطوعة موسى
التعمري، موسى التعمري، وبالتالي تصل الى الحداد. احسان حداد، احسان حداد يلعب كره في نص الملعب، يترك احمد سمير لكن الرقابه، وبالتالي كره مقطوعه نيباليه. الان محاوله لسونال ولكن استعجلوا شوي، ما في ثقه، ما في ثقه، لابد ان تكون في ثقه في النفس في الكرات هذه واحتفاظ فيها اكثر. يحاولون يخلصون الكرة بسرعة، وبالتالي الكرة تضيع على سونال وعلى نيبال، وكرة لعبت العشر دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني. عدي الصيفي الذي أتى بديلا لبهاء فيصل يحاول هو الآخر لزملاء في المنتخب الأردني تسجيل مزيد من الأهداف في ما تبقى في هذه الدقائق المتبقية في شوط المباراة الثانية، حتى لا يدخلوا في مرحلة ما يحتاجون هذه الأهداف في حسبة الأهداف إذا تعادلت النقاط. وبالتالي كرة مقطوعة وعادت إلى أحمد سمير، سمير بيلعبها وكرة إلى توغول الدردور، طبعا بالغ فيها الدردور، بالغ فيها الدردور حمزة الدردور في اللعبة الماضية، طالت من حمزة الدردور إلى خارج الملعب. هذا عدد السيفي لاعب يتألق في كل مركز حقيقة، تضع باك ظهير ايمن يجيد الظهير متات، جناح ايمن يجيد جناح ايمن، مهاجم سوبر حقيقه، مجهود كبير رغم تقدمه بالسن لكن مجهوده وفير في ارضيه ملعب المباراه، ولذلك تم استدعاء مره اخرى لتشكيله المنتخب الاردني عن طريق المدرب البلجيكي فيتال بوركورمنز في الفتره الاخيره. وبالتالي كره مقطوعه، عادت الكره الان الى ياسين بخيت، وديميري طالب بخطا محمد ديميري، لكن الكرة لعبت إلى إحسان حداد الظهير الأيمن. الآن حداد، موسى التامري، موسى التامري ما قدم شيء في شوط المباراة الثانية، لكن الفريق أيضا متقدم، وكرة لعبت الآن التعمري بمرر ولكن كورته مقطوعة، عادت مرة أخرى إلى موسى التامري بيلعبها لعدي الصيفي، الصيفي بيلعبها وكرة التعمري، التعمري بيلعبها لإحسان حداد. الآن حداد بيلعبها كرة في نص الملعب وتصل إلى حمزة الدردور، يضغط حمزة الدردور على الكرة هذه ويستعيدها، وتعود الكرة إلى أحمد سمير، سمير إلى عدي الصيفي، صيفي إلى موسى، موسى التعمري بيحاول يسدد لكن وين 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 الكرة بعيدة تماما. تركيز، تركيز، لابد أن يكون هناك تركيز في هذه الكرات، في هذه اللعبات، في هذه الفرص، في هذه الكرات التي تتاح، لأن بدأ يفقدون تركيزهم لاعبين المنتخب الأردني في إنهاء كراتهم، في إنهاء لعبتهم، وبالتالي نتيجتهم لم تتغير منذ تسجيل هذا اللاعب يزن العرب الهدف الثالث في مرمى المنتخب النيبالي، كان في 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 الدقائق العشرين من زمن شوط المباراة الثاني. وعلى ذلك الأمور لم تتغير، ثلاثية أردنية في مرمى نيبال لا زالت مستمرة. وياسين بخيت الآن كرة لعبت إلى ديميري، ديميري محمد ديميري، وضغط عليه، ضغط عليه من جانب أيضا لاعب النيبالي البديل في في الكرة الماضية، وبالتالي هناك خطأ يوجد، وبالتالي خطأ، ويطالب حكم المباراة أيضا الهدوء من الديميري. وكرة لعبت ياسين وكرة مقطوعة تصل إلى منيش، منيش كرة مع نيبال وتمريرة، لكن بهاء، تدخل بهاء في الوقت المناسب في اللعبة الماضية، وبالتالي تصل إلى جهة اليمين الآن إلى موسى التامري، موسى التامري إلى إحسان حداد، حداد ينتظر ايضا قوسي لكن عادت الى التعمري، التعمري الى عدي، عدي الصيفي، صيفي يعود بالكره في الخلف الى بهاء عبد الرحمن، والى ايضا الى 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 مهند خير الله، مهند خير الله بيلعب طويله عاليه في الامام لكن الى خارج الملعب، الى خارج الملعب ركله مرمى، ركله مرمى آخر ست دقائق تقريبا. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا عبر كويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء في ثاني أيام هذه التصفيات المتجمعة في الكويت، وتستضيف دولة الكويت من 3 إلى 15 يونيو، والنتائج طبعا النيبال فازت على الصين تابع في أولى مباريات يوم الخميس الماضي بهدفين لا شيء، ومنتخبنا الذي خسر أمام استراليا بثلاث أهداف، والآن منتخب نيبال في ثاني ظهور له
في في استاد جابر في هذه التصفيات يخسر امام المنتخب الاردني بثلاث اهداف لا شيء. وايضا هناك بعد هذه المباراه اليوم ايضا استراليا مع الصين تايبي راح تكون مع زميلي ايضا ابراهيم لاشال معاكم في هذه المباراه الثانيه التي تكون 10 مساء. لكن احداث هذه المباراه يبدو انها توقفت عند دقيقه 22 او 20 من زمن شوط المباراه الثانيه عندما سجل يزن العرب ثالث اهداف المنتخب الاردني ولا زالت النتيجه لم تتغير. نحن على بعد 4 دقائق فقط من الوقت الاصلي لنهايه اللقاء وشوط المباراه الثانيه. هذا يزن العرب صاحب الهدف الثالث وهو قائد الدفاع وقلب الدفاع بالنسبه للمنتخب الاردني. حداد حسين حداد الى مهند خير الله تصل الى يزن العرب كره مع الاردن الذي يتقدم في هذه المباراه يرفع رصيده الى 13 نقطه وبالتالي يصبح هو في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المنتخب الاسترالي. اليوم بدفاز الاستراليين يرفعوا رصيدهم الى 18 نقطه وبالتالي تصبح النقاط 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنتخب الاردني. وبالتالي اذا تعثر لا قدر الله منتخبنا في تلك المباراه امام الاردن فالفارق كبير وبالتالي فرصنا ضئيله جدا في اذا كانت سلبيه نتيجه مباراه المنتخب الكويت والاردن. نامل ان يحقق الايجابيه في تلك المباراه امام المنتخب الاردني هنا في نفس الاستاد في ثاني ظهور بالنسبه للفريقين منتخب الاردن ومنتخبنا الوطني. كره عوده صيفي بيلعب كره في الخلف ياسين الخيط والتسديد على المرمى ولكنها مرت بعيده على القائم الايسر. كره ياسين الخيط في محاوله لهز الشباك بشكل مباشر في تلك المحاوله صاحب الجناح الايسر بالنسبه للمنتخب الاردني ضاعت فرصه راحت كره لم تأتي فرصة الرابع ولم تقترب في بعض الأحيان كثيرا فرصة الرابع وبالتالي كرة الياسين هذه بعيدة إلى حد ما عن المرمى وبالتالي تذهب فرصة من الفرص التي أتيحت في هذه المباراة منتخب الأردني التي لم يحسن استغلالها كما كانت في شوط المباراة الأول هي أكثر خطورة أكثر فرص تم إضاعتها كانت في 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 شوط المباراة الأول وتحديدا في آخر 10 دقائق شوط المباراة الأول. لكن رغم ذلك الأردنيين متقدمين على النيباليين بثلاثية. كرة في نص الملعب الآن إلى عودي الصيفي صيفي بيلعبها إلى أحمد سمير تصل الآن إلى إحسان حداد. أحمد سمير في نص الملعب يعود بالكرة إلى مهند خير الله خير الله في نص الملعب الآن إلى بهاء عبد الرحمن. تغيير اللعب إلى جهة اليسار الدميري مع الكرة في نص الملعب تصل الى حمزه الدردور يبحث عن زميل وبيمرر لكن ياسين بخيت مع الدردور بخيت كره معاه بيلعب الى احمد سمير امام مرمى وتسديده لكن بدون تركيز هذه التسديده من احمد سمير تذهب بعيدا الى خارج الملعب الى ركله مرمى. اخر ثواني من الوقت الاصلي لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء. التقدم أردني مستمر في مواجهة هنا في استاد جابر المواجهة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا 2023-2022 كأس آسيا في الصين 23 وفي كأس العالم في الدوحة 2022 في العام القادم. كرة اللعبة الآن الأردن الثلاثية هل تكون كافية؟ نيباليين ما قدموا ولا كرة خطرة ولا تسديدة على المرمى بعد مضي الآن بالضبط 89 دقيقة من عمر هذا اللقاء ما في ولا تسديدة على مرمى معتز ياسين حارس مرمى المنتخب الأردني. كرة لعبت الآن حسان حداد بيلعبها بيغير اللعب ناحية إسماعيل أو عفوا ياسين ياسين بخيت وكرة اللعبة الآن إلى كيرين كومار طويلة حارس المرمى وتلعب مقطوعة الآن دميري بيلعبها إلى ياسين في النص لبخيت ياسين لبخيت في نص الملعب لمصلحة المنتخب الأردني عدي الصيفي مرة أخرى يلعبها
للي حسان حداد الى موسى التعمري. موسى التعمري قصيره الى عدي الصيفي التعمري. موسى التعمري بيلعبها الى ياسين العرضيه وتسلل كان في وضع التسلل هو اللاعب ياسين بخيت. اذا حكم المباراه يعطي 4 دقائق وقت بدل ضايع في هذا الشوط. حقيقه شوط المباراه الاول اعطى ايضا 4 دقائق، شوط المباراه الثاني ايضا 4 دقائق. سخي المدرب الحكم سخي بالدقائق، 4 دقائق في شوط المباراه الاول و4 دقائق في شوط المباراه الثاني. اعتقد الشوط الاول كان يستدعي، بالفعل كان هناك ايقافات واصابات، لكن اعتقد الشوط المباراه الثاني 4 دقائق ما في شيء عدا يمكن التبديلات، يعني ممكن ترفعها الى 4 دقائق. ممكن ذلك يكون الان لمصلحه المنتخب الاردني. محاوله للمرور وحمزه الدردور يمر يحاول ومر، ولكن في النهايه وين؟ النهايه وين؟ الى خارج الملعب. انك تمر اصبح سهل انك تمر، لكن صعب ان تنهيها في الشباك. هذا ما يتمناه الاردنيين، هذا ما يرغبوا فيه الاردنيين، يعني التوغل اصبح بات سهلا في عمق الدفاع النيبالي. لكن بعد ذلك وين؟ بعد ذلك اين؟ بعد ذلك كيف يكون السيناريو؟ تضيع الكرة، أغلب كرات بهذه الطريقة. المنتخب الأردني لم يسجل من لعبة مكتملة إلا هدف لحد الآن في هذه المباراة، لأن هدف يزن العرب كان في لعبة بتمريرة عرضية وبرأسية. أول هدفي من ركلة جزاء، الهدف الأول، الهدف الثاني من كرة ثابتة، لكن من الكرة ملعوبة كان فقط الهدف الثالث كرة ملعوبة الأرضية، ولكن مرت الكرة هذه عدت على خير على مرمى المنتخب النبالي إلى خارج الملعب. والرمية التماس ياسين بخيت ويزن العرب. ياسين بخيت يمر بشكل سلس، ياسين بخيت حاول، لكن الخطوة الثانية الأهم، المهم أنك مر من الأولى، المهم أنك تمرر الثانية، وبالتالي ياسين الخيط لم ينجح في الثانية، ولذلك خروج حارس المرمى، خروج حارس المرمى بهذه الطريقة وإصابة اللاعب النيبالي معتز ياسين في أول كرة خطرة بعد مضي تقريبا 92 دقيقة. لم تكن هناك كرات تستدعي دخوله وخروجه من مرماه، الآن بعد 92 دقيقة تأتي الكرة النيبال التي استدعت دخوله واحتكاك ملاعب المنتخب النيبالي. بالسلام إن شاء الله لاعب المنتخب النيبالي في هذه الكرة، وهذا الاحتكاك شايف لاعب البديل نوايوغ إصابة نوايوغ باشتراكه مع حارس المرمى معتز ياسين. الثواني قليلة المتبقية من الوقت بدل ضايع تسبح. حكم المباراة محمد عزيز محمد يعقوب أمير من ماليزيا حكم اللقاء. كرة اللعبة طويلة في الأمام، طويلة في النص مقطوعة، عادت نيبال، حاول منتخب نيبال يسدد من خارج منطقة الجزاء. ياسين بخيت في كرة مرتدة بيلعبها إلى عدي الصيفي. ثواني انتهت الأربع أو دقائق الأربع انتهت وقت بدل ضايع. عدي الصيفي الآن في هجوم بيلعبها كرة عرضية، لكن وين انتهت الكرة العرضية؟ تنتهي وبالتالي ايضا المباراه تنتهي بهذه الطريقه من صد